أهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. شنت المدفعية الطبيعة لميليشيا الكرامة السبت قصا عنيفا استهدف أحياء المغار والمدينة القديمة وسط درنا. وكذا مصدر عسكري للتناصح سقوط 4 قتلى و7 جرحى من ميليشيات الكرامة جراء تجدد الاشتباكات مع أفراد قوة حماية درنا بمحور المغارة، مضيفا أن جرحى نقلوا جميعا عبر مروحيات عسكرية إلى مستشفى طبرق. فيما كذا مصدر من قوة حماية درنا مقتل 5 من أفراد القوة وجرح 3 في آخرين إصابتهم متفاوتة الخطورة. قالت صحيفة العرب الجديد أن مسؤولين مصريين وإماراتيين يعقدون في القاهرة اجتماعات متواصلة بمشاركة عسكريين تابعين لحفتر للسيطرة على ليبيا. الاجتماعات تناولت سبل تحجيم فعالية الحكومة المقترحة على الأراضي التي تحكمها، خاصة بعد نجاح العملية الواسعة في درنا بمساعدة مصر والإمارات وأطراف أخرى بدعوى محاربة الإرهاب. أضافت الصحيفة بحسب مصادرها أن خيار السيطرة على العاصمة طرابلس مطروح وأن الاختلاف يكمن في كيفية تنفيذه، مؤكدة أن التركيبة السياسية والمدنية بالعاصمة لا تساعد على تنفيذها مثل ما حدث في بنغازي ودرنا. أكد الناطق باسم الغرفة الأمنية أوباري اختطاف 4 مهندسين من أحد المرافق التابعة لحقل الشرارة النفطية. وكد الناطق بأن الخاطفين قد أطلقوا سراح 2 من المهندسين، فيما نقل المهندسين الآخرين إلى مكان مجهول، مضيفا بأن الغرفة قد سيرت دوريات صحراوية تتبع وتر الخاطفين. وكانت رويترز قد نقلت عن أحد العاملين بأن الهجوم قد وقع في محطة مراقبة تقع على بعد 40 كيلومترا من حقل الشرارة. نفت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة خبر اغتيال العميد خير ارتامي التابع لرئاسة الأركان الجوية. الداخلية وفي بيان لها أوضحت بأن ارتامي وجد منتحرا داخل المكان المخصص بالوضوء بمسجد بن نابي بالصريم وسط العاصمة. أشارت الوزارة بأن شهود عيان بالمسجد قد سمعوا إطلاق نار، وفور توجههم إلى المكان وجدوا ارتامي وبيده سلاحه الشخصي. رفضت إيطاليا دخول 450 مهاجرا غير شرعي بعد أن تم إنقاذهم، حيث ذكرت صحيفة مايل أونلاين السبت أن إيطاليا رفضت نقل المهاجرين خارج السفينة بعد أن تم إنقاذهم. وضافت الصحيفة أن السفينة أنقذت المهاجرين من الغرق في المتوسط، لكن إيطاليا تطالب بإرسالهم إلى مالطا أو ليبيا وترفض دخولهم إلى أراضيها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.